بسم الله، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. هيا الآن نرجع إلى آيات ما فيها وزن كبير في اعتقادنا، لأن آيات ربانية، لكن هنا فيها إخبار عن استكبار أهل الاستكبار بما فيهم أمريكا والصهاينة الأذلاء أهل الكبرياء، يعني مرضى 100%. أن يقول لك أنا شعب الله المختار، ولا يقول لك أنا ابن الله وأنا من أحبابي، فهو يعني 100% لا حياء له ولا يتمتع بحتى ريحة عقل. ألا لعنة الله عليكم يا صهاينة، ومن اتبعكم بمذلة وقت اللي واجب عليهم أن يتذللوا للرحمن لا لأمثالكم يا لئام. نعود إن شاء الله.